أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وصلنا إلى هذه تقريبا الآيات واللي تتعلق بالتصنيف. هنا تصنيف الله عز وجل يصنف أصحاب الجنة أو أصحاب القيامة إلى ثلاث أصناف: أصحاب الميمنة وهم في الجنة، وأصحاب المشأمة وهم أهل النار، وهناك السابقون كما سنشير بعدين. أزواج لا يعني الزواج كما نعرف. نحن لما نسمع الزواج والجواز يعني خلص اثنين كبل جوز مع بعض، لا، هذه غير صحيحة. هذه واحدة من المعاني، هناك معاني لا يعني دائما الزواج يعني ذكر وأنثى وإلى آخره. هناك إذا قرنت شيئين قلنا هذا زواج، إذا قرنت وضعت شيئين مع بعض قلنا هذا، مثلا نقول هذا زوج، مثلا نقول بالإنجليزي pair، زين، زوج من الشوز مثلا أو الجراب وغيرها، هذا يسموه زوج. المتشابه يقال له زوج. الأصناف المختلفة المتعددة يقال لها أزواج. القرناء في الزمان والمكان يقال لها. إذن الزوج يدل على مقارنة شيء لشيء، تقرن يعني خليهم مع بعض قرن شيئا. ومن ذلك المرأة والرجل، هذا واحدة من مصادرها، أن واحد رجل يجي إلى جانب امرأة يصيرون أزواج، وهذا والفصيح أن يقال زوج وليس زوجة، يعني هذه زوج فلان، ما يقولون زوجته، هذا غير صحيح طبعا، لكن شائع ماشي زين. فالقرآن يقول وكنتم أزواجا ثلاثة، طبعا هذه تبين لنا أن القرآن حريص على أن يقسم الناس حتى اليوم القيامة، الشغلة مش هيكفوضة يعني، حتى هناك في تصنيف. هنا من ضمن العلوم اللي الآن مهمة جدا هو ما يسمى بكلاسيفيكيشن، التصنيف العلوم في الأحياء بالذات، هو قسم من أقسام الأحياء. يقسمون مثلا النباتات، كيف تعرف الآن عندك آلاف الأنواع مثلا، فصائل مختلفة، فيقسمونها الكائنات، الحيوانات مثلا يقسمونها، الحيوانات الثدية، حيوانات الزواحف، حيوانات كذا وهكذا. هناك تقسيم حتى يسهل، حتى المكتبات الآن في علم المكتبات هناك يدرسون التصنيف حتى يسهل على الإنسان أنه يصل إلى ما يريد بسرعة، ولا ما يمكن أن تقول الآن، ما تقول أسماء، طيب أسماء بالبحر كم نوع موجودة؟ تقولون بالآلاف. كائنات البحر ما يمكن نحصيها الآن، يمكن العلماء عرفوا قسمها مثلا، لكن إذا أجى الإنسان مختص وإحصاء فيعرف. التصنيف شيء مهم وجيد وينفع الإنسان في حياته، يكون دائما مرتب الإنسان، يقولك اللي جاء القرآن لهم ما يعرفون السوالف هاي، ما يعرفوا، لأن كلهم مع بعض قبيلة وخلص هكذا. القرآن يعلم من دروس اللي في هذه الآية أيضا أشير لها، أنه يعلم الناس كيف يرتبوا أمورهم وكيف يصنفوا حياتهم ويعيشون على هذا الأساس. أصحاب الميمنة، أصحاب الميمنة من هم؟ قيل هم الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم، يعني بيدهم اليمنى مثلا. لماذا اليمنى؟ ليش مش اليسرى؟ قالوا أن اليمين عند العرب بالذات كانوا يتفائلون باليمين، إذا عندهم الطير يزتوه مثلا وجاء من الجهة اليمين تفائلوا، وإذا جاء من اليسار تشاءموا منه، هكذا حضارتهم. ويعني أيضا حتى بعض المفسرين يقول فعلا اليد اليمنى أقوى من اليسرى، لماذا؟ الله أعلم. زين، هناك أشياء نحن لا نعرف بها، لكن قد يكون صحيحة وقد يكون لا. ولكن على كل حال عندنا في الشرع أيضا عندنا اليمين يستعمل لأشياء عديدة. مثلا عندنا واحد يتختم باليمين، خلي خاتم باليمين. عندنا مثلا إذا دخل، عندنا من أدعية الوضوء: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. أعطني كتابي بيميني. مثلا دخول المسجد يدخل بالقدم اليمنى،
موجود بعض الامور عندنا تشير الى اهميه الجانب الايمن، وقد يكون هي يعني اصطلاح، قد يكون شيء اخر، الله اعلم. الجانب الايسر اللي هو الشمال، هذا الجانب كان كما قلت يتشاءمون عنده. الانسان في يوم القيامه المؤمن يعطى كتابه بيمينه، او اصحاب اليمين يعبر القران الكريم، اصحاب اليمين من اصحاب كما في الايه الكريمه، اصحاب ميمنه. هناك جانب، جانبين، جانب يكون على هالجهه، جانب على هالجهه، سواء كان مصطلح هذا يعني نقف عنده او لا نقف، لكن بالنتيجه لازم يكون صنف، هذا اصناف، قسم اللي على اليمين كذا، قسم اللي على اليسار كذا يكون. وهناك من هم يسبقون، سابقون السابقون، اولئك المقربون، اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه. لم يذكر القران شيء عنه، اول شيء ذكر السابقون ثم اعطى وبين مكانتهم، قال اولئك المقربون. هؤلاء ما يحتاج لهم، السابقين لا يحتاج ترغيب ولا ترهيب، ما يحتاج لهم ان يقول لهم، هؤلاء درجه اعلى طبعا من اصحاب اليمين، اصحاب اليمين ناس مؤمنين لكن قد عملوا عمل صالح وقد خلطوا عمل صالح وسيء، لكن يتوبون طبعا اذا تاب الانسان، فكم اتى ابن ذنبكم الا ذنب له. السابقين هو مستقيمين على طول الخط، ما في اعمال خطا ما يعملون، يعني الذنوب ما يعمل، فهذا هو يعتبر الفرق بينه وبين اصحاب اليمين. واصحاب الميمنه، ما اصحاب الميمنه؟ شوف الايه تقول كانه استفهام تعجب لمن يدعي العلم انه اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال؟ هؤلاء كانه يسال الانسان سؤال في هذا المساله. قالوا لماذا لم يقل القران اصحاب الميسره؟ الميسره من اليسر، اليسر، ولا تريد الايه ان توحي بهذا المعنى لهم، انه اليسر من البساطه يعني السهوله، اما المشأمه قد تؤخذ من الشؤم، ولهذا قالوا الشام من الشؤم، زين طبعا مو الشام، لكن هكذا بالمشتقات اللغه يعني. على كل حال الاختلاف الفوارق في اشتقاق اللفظتين، ولكن الله عز وجل جعل اهل الاخره ثلاث اقسام، ثلاث اصناف، منهم من يكون اصحاب اليمين الذين ياخذون كتابهم بايمانهم، وايضا نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. سبحان الله، الايه اخرى تشير الى هذا، نور على جهه اليمنى وعلى وبين ايديهم. زين، واصحاب الشمال هؤلاء ياتون ايضا بكتبهم، وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له كتاب يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد يقول الانسان لماذا كتاب؟ ما الله هو يعلم السر واخفى. لا، لان الانسان حتى لو يدري الله يعلم فيه، وهو يدري، سوف ينكر والما عمل هذا الشيء. فإذا أخرج له الأدلة يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، زين، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ حتى الجلد يشهد، حتى الأرض تشهد، الأرض تشهد، الإنسان اللي سفك فيها الدم أو أطاع الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى في عن أنه إذا حل في مكان جديد، يعني مكان وين ما يروح يصلي ركعتين، يقول ان هذه الارض تشهد لي، تشهد لي. قد تقول كيف؟ الله اعلم، القران واضح، يوم اذن تحدث اخبارها الارض، لا في سوره زلزله، بان ربك اوحى لها، تقول شو صار علي من جرائم، صار علي من معاصي، من اعمال خير، كلها مسجله. فالانسان ما في يعني مهرب من هذا، جلده شرع عليه، اعماله شرع، لسانه، غير الشهود اللي عند الملائكة. فإذا الإنسان يحتاج إلى كتاب، لأنه حتى لا يستطيع أن ينكر بعد، ما عنده مفر من هذا. والسابقون، السابقون هم أولئك المقربون. السابقون ذكر فيها معاني، ما هم منهم السابقون؟ قالوا هم الذين سبقوا الناس بالإيمان، آمنوا أول شيء، يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء.
فهذا هلا سبق الناس في كل شيء، يعني في الأعمال الخير، في قبولهم للدين الإسلام، في الطاعات، في الجهاد، في الإخلاص، في كل شيء هم سابقين. هذا من المعاني. فهؤلاء يكونون قدوة ويكونون أسوة لكل الآخرين. وذكرت بعض التفاسير قالت بأن السابقين لا، هم أشخاص معينين، أشخاص محددين، طبعا من باب المصداق يعني. وكما في الرواية أن هؤلاء هم أربعة، أولهم هابيل، وثانيهم مؤمن آل فرعون اللي يسموه حسقيل، والثالث مؤمن آل ياسين اسمه حبيب النجار، ورابعهم وهو أفضلهم وهو علي عليه السلام. سلام الله. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ طبعا مصادر كثيرة لتطبيق الآية. فقال أصحابه: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق بلوه، إذا شاف الحق حتى لو من عدوه يقبله، لكن الذي يشوف الحق أمامه واضح، لكن يقول لأن فلان هو مستقبل معي لا ما أقبل من الحق، فيقبل الحق من قريبه. هكذا العرب كان يقبل الحق من قريبه، الباطل من قريبه، ولا يقبل الحق من الآخرين، لأن هذا مو من جماعته. الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سألوه بذلوه، إذا طلبوا منهم الحق يعطون الحق، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم، هؤلاء من السابقين. هذا مصداق أيضا. وجاء في روايات أيضا، في الروايات قال: علي وشيعته هم السابقون إلى الجنة. رزقنا الله إن شاء الله وإياكم أن نكون من السابقين إن شاء الله. المقربون من الله لكرامته لهم. وكما قلت أن هذه مصادر الآية تطبق عليها على المفهوم عن الآية، وإلا لا يمكن أن نحصر الآية بمصداق معين. في الرواية عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: السابقون أربعة، ابن آدم المقتول، و سابق أمة موسى وهو مؤمن آل فرعون، وسابق أمة عيسى حبيب النجار، والسابق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. وعن ابن عباس: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال عن السابقين، قال لجبرائيل: ذلك علي وشيعته هم السابقون إلى الجنة، وإلى آخر طبعا الحديث. الإمام عليه السلام ينقل عنه كما روى بعض المحدثي العامة، قال كان يقول سلام الله ينشب هذا، يقول: سبقتكم إلى الإسلام طرا، هو السابق كان سلام الله عليه، صغيرا وما بلغت أوان حلمي، يعني قبل الحلم صار هو طبعا، ولم يقول نقول أنه سبق الإسلام، هو كان مسلم أصلا، لم يقول، لم يكن كافرا حتى عند السنة، لم يسجد لصنم، ولهذا قالوا كرم الله وجهه، هو سابق الأولين والآخرين، لأنه أنت تعالى حياته سلام الله عليه، بل وحياة أبيه. اليوم ذكرى أبو طالب سلام الله عليه، أبو طالب من السابقين، كيف كان، وفي الروايات يشبه بمؤمن آل فرعون بالسابقين. مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، كان بالقصر هو يأخذ أخبار ويجيب كذا إلى موسى ويحذره، وكان قد كتم إيمانه حفاظا على رسالة، مصلحة الرسالة طلب من هذا. ومؤمن قريش كما في عندنا، في يعني معروف عندنا مؤمن قريش يعني أبو طالب، مؤمن قريش كان أيضا مؤمن، بل في قمة الإيمان، بل في الرواية عندنا كان من الأوصياء، كان من الأوصياء في الفترة اللي قبل الإسلام، عندنا أوصياء كانوا لبعض الأنبياء لازم يكون وصي، فكان من هؤلاء الأوصياء أبو طالب. أبو طالب كتم إيمانه، لكن مع الأسف لما تجي الآن إلى معظم المسلمين يقول القرآن الكريم النبي حاول مع أبو طالب وراد يخليه مسلم بس مو بإيده، ولهذا الله قال له: إنك لا تهدي من أحببت. زين، يعني أبو طالب وهاي العظمة اللي عنده وحمل النبي، اللي النبي يقول لما توفي أبو طالب جاء جبرائيل يقول: لقد مات بها ناصر فاخرج منها من مكة. الناصر مات اللي كان يحميه أبو طالب. وابن أبي الحديد عنده شعر جميل يقول: فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جسل الحسامة،
تكفل عبد مناف بأمر فأودى فكان علي تماما. هو اللي كان يقف لفترة معينة طويلة، كان يقف بوجه قريش باعتبار زعامته، وإذا جزاء هذا جزاء الإحسان، يعني جزاء أن يموتوا الآن كافر، الناس كلها على منابر أبو طالب، لأنه كما يقول بعض العلماء لأنه أب لعلي، ولم يجدوا لعلي عليه السلام عيبا ومثلبة فجاءوا ليطعنوا بأبيه. ولكن لا، ماذا يضر، لا تحجب الشمس بغربال، ما يضر علي بن أبي طالب إذا قالوا أبو كافر أو لا، فهذا علي ولا هازيج باسمه تشق الفضل نائي، فهاتوا معاوية علي وين سلام الله عليه في عليائه، حتى لو حاولوا أن ينقصوا من عنده. قالوا أنه غضب على زوجته فاطمة عليه السلام، قالوا أن أباه كافر، قالوا كذا، فيه دعابة، ولكن لا يضره ذلك. فإذا ولهذا من تفاسيرها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قالوا الثلة هم الجماعة طبعا معناته، فقالوا تفسيرها ثلة، هاي الثلة هو علي عليه السلام. قالوا كيف إنه ثلة جماعة؟ قالوا كما أن، هكذا قال بعض علمائنا، كما أن الله عز وجل عبر عن إبراهيم بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، أيضا علي هو أمة، وما أقول أن علي هو نفسه أمة. قد بعض الناس، القرآن موجود التعبير، ليس صعب يعني وليس غريب، الإنسان قد يعبر عنه بأم أنه أمة، وقد تكون أمة لا قيمة لها، صفر على الشمال، كما هي الأمة الآن العربية في معظم حالاتها، لن أقول كلها، في معظم حالاتها صفر على الشمال، لكن مجموعة قليلة، ثلة قليلة الآن مؤمنة تجاهد في سبيل الله، وأعار جماجمهم لله بواسطتهم تنفس الدين ونهنه الدين. هذه مو دائما العدد هو شيء مهم، ولهذا القرآن يعبر أن هؤلاء يقول ثلة من الأول وقليل من الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إن شاء الله من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.